السيناتور الديمقراطي بين كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: من الواضح أننا في وضع شديد الخطورة ونشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الصراع الذي ليس من مصلحة أحد تصعيده، خاصة إسرائيل وإيران. لذا نأمل أن يسود الهدوء ويخف التصعيد. عندما تدعم إيران العديد من الوكلاء في المنطقة، فإننا نواجه تحديات خطيرة مع حزب الله في لبنان والميليشيات في سوريا وما يحدث مع الحوثيين في البحر الأحمر. إنه وضع خطير للغاية، ولهذا السبب من الملح أن نمضي قدماً ونجد طريقة لإنهاء هذا التهديد الذي تمثله حماس في المنطقة. إن آخر شيء تريده إيران هو صراع مباشر مع الولايات المتحدة أو مع إسرائيل. مع الولايات المتحدة لأن طهران ستهزم بشكل فظيع، والشيء الأهم بالنسبة لمسؤولي إيران هو استمرارهم في السلطة والقدرة على الإفلات من العقاب عن أعمالهم. والمشكلة أن البيت الأبيض يخبر إيران باستمرار بما لن تفعله الولايات المتحدة، وتسرع هذه الإدارة إلى إبلاغ إيران بأنه ليس لأمريكا أي علاقة بالضربة التي نفذتها إسرائيل على الحرس الثوري الإيراني في دمشق. فنحن نبعث للمسؤولين في طهران رسالة أساسية حول ما يمكنهم الإفلات منه وإلى أي مدى يمكنهم المضي قدماً. ومن المفارقات أنه بقدر ما يتحدث البيت الأبيض عن تجنب التصعيد، فإن هذا في الواقع هو الشيء الذي يدعو إيران إلى التصعيد. ما تعرفه إسرائيل هو أن النظام الإيراني هو المرض، وهذا ما يجب أن يتغير. والشيء الذي يمكننا القيام به لمساعدة إسرائيل أكثر هو تجفيف الأموال التي تجنيها إيران من بيع نفطها للصين. لقد كان هناك خطر حقيقي للتصعيد في المنطقة منذ 7 أكتوبر. الرد الإسرائيلي والرد المضاد من قبل وكلاء إيران في المنطقة، حزب الله في لبنان والحوثيين في البحر الأحمر والميليشيات المدعومة من قبل إيران في العراق، كل ذلك شكل تهديداً حقيقياً للتصعيد. أعتقد أن الرد الإيراني سيكون هو الخطوة المقبلة في التصعيد، وأن الردع الأمريكي ضروري لكبح الاعتداءات الإيرانية في المنطقة. رسالة إلى الرئيس بايدن من 8 أعضاء جمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب: نكتب لنعبر عن قلقنا الكبير من دعوتكم لاستضافة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إبريل نيسان الجاري. هذا الاجتماع سيعزز الرسالة التي تبعثها حملتكم الانتخابية لتقويض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والتي مفادها أن إدارة بايدن مهتمة بمهادنة إيران وليس بدعم حلفائها. لا تزال الحكومة العراقية تحت تأثير إيراني كبير، كما أن الحكومة العراقية تقدم حوالي 3 مليارات دولار سنوياً لميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، ومن بينها 4 مجموعات مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية.